بسبب إيغال الملال في هذه المنطقة أصبح يواجه هذه الحالة النظام الذي يدعم بشار الأسد ويقوم باقتراف الجرائم للشعب السوري، والشعب السوري يتعرض لهذه المجازر يوميا. إذن 52 شهيدا ضحوا بحياتهم من أجل إسقاط النظام الإيراني الذي جعل العراق ساحة خلفية، وكذلك لبنان وسوريا. إذن هؤلاء فرضوا هيمنتهم علينا وعلى كل من لا يريد أن يكون المنطقة خاضعة لهيمنة الملالي في شرق الأوسط، والآن هم يريدون أن يتزودوا بسلاح النووي ليكملوا مشروعهم. إذن هؤلاء 52 ليس فقط استشهدوا من أجلهم ومن أجل الشعب الإيراني، بل إنهم ضحوا بأنفسهم من أجل جميع شعوب العالم الذين لا يريدون أن يكون هناك نظام إرهابي يتسلح بالسلاح النووي. العمل الذي لابد القيام به اليوم هو قوة القانون وسلطة القانون. يجب أن تجبر الولايات المتحدة على قيام بالتزاماتها، وكذلك الأمم المتحدة قيام بواجباتها، ليس فقط الحفاظ على الليبرتي، بل وإنه مئات الآلاف من المواطنين الذين يتعرضون في سوريا والعراق لقمع الملالي في كل مكان وصلت أزرعة النظام القيم. وزير الأمن القومي الأمريكي السيد تامريتش يلقي الكلمة الآن. أود أن أقول للرئيسي، وهو نعم رئيسي سيد رئيس، الأول شيء يجب أن تفعل هو أن تبقى على كلامك وتعهداتك والتزاماتك باتجاه منظمة مجاهدي خلق، وأنك يجب أن لا تتعامل مع الشيطان. نحن لا نستطيع أن نعمل ونتعامل مع الملالي في إيران ولا في العراق. هذا البنك المركزي للإرهاب، هذا قد يكون في قلب المشكلة في كل المنطقة، لا يستطيع أبدا أن يكون جزءا من الحل. ما أقترحه للرئيس الجديد إذا دخل الحكم وإذا ترك المالكي، والذي يجب أن يتم محاكمته المالكي لأجل الجرائم التي ارتكب بحق السنة في العراق. إلى الأبادي أقترح، إذا أردت أن تكون رئيسا جديدا يجب أن تفك الحصار على مخيم ليبرتي، يجب أن تسمح دخول الوقود و المواد الغذائية. وأنا أقول للعبادي إذا تحتاج إلى دعم الأمريكي، حيث تحتاج، ونحن لدينا قواتنا في العراق ونحن فقدنا 4000 في العراق، يجب عليك أن تطرد إيران، نظام الإيراني من العراق، وفي نفس الوقت يجب أن تدخل الأمم المتحدة ويجب أن تقول نحن نعترف بمخيم ليبرتي كمخيم لاجئين.